السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم طلبة سنة تالتة 311. هنكمل إن شاء الله الميجور كونكتورز بتاعتنا. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الماجزيلاري ميجور كونكتورز، هنكمل النهاردة إن شاء الله المانديبولار ميجور كونكتورز بإذن الله، وناخد الماينور كونكتورز كمان. زي ما اتفقنا لو جه اي سؤال في الميجر كونكتور حضرتك مطلوب منك انك تجاوب بالايتمز دي، يعني تفتكر التايتلز دي وتحطها وتجاوب على اساسها، وعلى اساس الاجابات بتاعتك في تحت كل تايتل هتلاقي نفسك شرحت الميجر كونكتور اللي احنا بنسأل عليه. يعني سألتك ميجر كونكتور مثلا الماكسيلاري بار، الماكسيلاري بار تبدأ تتكلم عنه، تروح قايل كل الايتمز دي، تكتب كل ايتم منهم وتحتيها التفاصيل سطر مثلا تحت كل ايتم، ولو في رسومات طبعا ترسمها. هنتكلم بقى عن المانديبولار ميجر كونكتور بتاعتنا، ونبدأ نتكلم على الديفينيشن الايتمز اللي قلناها في البيج اللي فاتت. هنلاقي ان احنا عندنا اول حاجة الديفينيشن، ان هو ده الجزء من البارشال دينشر اللي بيوصل بقية الاجزاء ببعض. يبقى اتفقنا ان الميجور كونكتور ده الكونكتور الرئيسي اللي بيوصل بقية الاجزاء، يبقى هو which connect and join all other component او all other parts providing cross arch stabilization. يعني هو بيجيب الكومبوننت اللي في الناحية دي ويمسكها مع الناحية التانية علشان خاطر يوضح بيها، يوصلهم ببعض ويوضح بيهم الاستابيليتي وينقل الاستابيليتي من ناحية للتانية. هنلاقي ان هو بيكون على شكل بارز او بليتس، يبقى هو بيبقى على شكل بار او بليت فقط، مفيش بقى سترابس او حاجة زي اللي كنا بنقولها في المجزيلري ميجر كونكتور. هنلاقي ان هو البار اكتر حاجة بتستخدم، يبقى البار الموست كومنلي يوزد، لانه بيبقى توليرابل بالتانج، بيبقى صغير ما بيحسوش اللسان، ما بيضايقش السبيتش، فبالتالي كل البروبرتيز بتاعته تعتبر يوسفل، فبنستخدمه هو كميجر كونكتور رئيسي اكتر من البليت. طيب اهم حاجة ان احنا نبقى عارفين المارجنز بتاعتنا، المارجنز البار ده او البليت ايا كان هيكون ايه المارجن بينه وبين التيشوز اللي موجودة. حضرتك لازم يكون عندك الجينجفال مارجن يا اما يكون اوي عنه، يا اما لو مفيش سبيس يغطي الجينجفال مارجن يبقى اضطر ان انا اعمل له ريليف. يبقى اي ميجر كونكتور باجي احطه ابعده عن المارجنال جينجفا، يا اما مفيش سبيس كافي ولازم اغطي المارجنال جينجفا اعمل ريليف فوق منها. طيب بالنسبة للبادز بقى اللي هي بنستخدمها أكتر حاجة، بتبقى بين الجينجفال مارجن والفلور اوف ذا ماوس، يعني هو مكانه بين الجينجفال مارجن ويتحرك لتحت في اتجاه الفلور اوف ذا ماوس بتاعنا. البليتس بقى لا، دي اللي بتبتدي تعدي فوق المارجنال جينجفا، وبعد ما تعدي فوقها تسند على السنجلة بتاعة التيس، وبالتالي لازم تعمل ريليف عند الجينجفال مارجن. هنلاقي هنا الميجور كونكتور بتاعنا اللي هو البار اللي موصل الناحيتين ببعض، وزي ما اتفقنا هو بيدينا استابيلايزيشن كروس ارش استابيلايزيشن، يبقى ده كروس ارش استابيلايزيشن من الميجور كونكتور بتاعي اللي هو اليونت اللي وصلت لي بين الناحيه دي بالناحيه التانيه، جمعت لي كل الكومبوننت بارتس مع بعض واداني الاستابيلايزيشن مع بقيه الحاجات البروبرتيز اللي بينقلها من هنا لهنا. ال requirement بقى اللي احنا عايزينها في المانديبولار ميجر كونكتور واحنا بنعمله علشان يدينا مانديبولار ميجر كونكتور قوي ونقدر نعتمد عليه ويدينا كل ال properties ويبقى efficient، هلاقي ان انا محتاج منه requirement معينة عشان يبقى efficient. عايز منه rigidity، يبقى بالتالي محتاج rigidity كافية عشان يبقى فيه صلابة، يقدر يعمل لي stabilization من الناحية دي للناحية التانية، ويقدر يمسك لي الكومبوننت بدون ما يكون فيها حركة بشكل يأثر على الاستابيليتي. يبقى ده rigidity هتديني wide distribution of stresses، هتوزع لي الاستريسز بين الناحية دي والناحية دي لأنه rigid design. طيب الكونكتور بتاعي عشان يبقى ريجيد هضطر ان انا ازود التخانه بتاعته. بنقول لحضرتك لازم يكون ريجيد بس بدون ما تزود البالك زياده عن اللزوم، يبقى انت بتعمل بالك وزن رينج معين تاخد بيه ريجيديتي ولكن ما يبقاش سو بالك. الميجر كونكتور المانديبولار بيختلف بقى عن الماكسيلاري في الريليف، انت محتاج لازم يتعمل تحت المانديبولار ميجر كونكتور ريليف، يبقى تحتيه في ريليف غير كان في المانديبولار في المجزله دي اسف، ما بنعملش ريليف، بالعكس ده احنا بنقول لازم يدوس على التشو وخاصه البودرز بتاعته، بنعمل بيدنج نكحت عشان الميتال يدوس على التشو ويمنع الفود امباكشن ويدينا مينز اوف ريتنشن فيزيكالي وحاجات زي كده.
في المانديبولار لأ، ده تحتيه ميكوزا ضعيفة جدا، في ديليكت ميكوزا، فبالتالي لازم أسيب سبيس تحتيه وأعمل ريليف علشان ما أعملش إنجري للتيشوز اللي تحتيه. يبقى بالتالي حضرتك محتاج إن يكون في بينه وبين التيشوز مسافة زي كده، ما يبقاش لازق في التيشو. البوردرز بتاعته عندي السوبيريور بوردر الحتة اللي فوق يبقى بعيدة عن الجينجيفال مارجن من 3 ل 5 مللي، يبقى البوردرز اللي فوق بتاعه يبقى بعيد 3 ل 5 مللي، والبوردر اللي تحت يبقى ماشي مع الفيسيولوجيك بوزيشن بتاع الفلور اوف ذا ماوس. يبقى انا باجي ابقى بعيد 3 ل 5 مللي عن الفري جينجيفال مارجن، وتحت ابقى مع الكيرف او يعتبر نهاية الفيستيبيول بتاعي او الفلور اوف ذا ماوس، يعني الفسيولوجيك ليميت بتاع الفلور بتاعتي. الجينجيفال مارجن اتفقنا ان هو ريليف ده لو احتجت ان انا اعدي فوق منه، لكن انا في حاله البار ما بعديش عليه، لكن بعدي عليه في حاله البليت. طب شكله ايه؟ بيبقى شكله زي نص الكمتراية، يعني هاف بير شيب، الحتة العريضة بتبقى تحت، الحتة بتاعة الكمتراية الكبيرة تحت، والحتة الرفيعة بتبقى اللي سوبيريور فوق. يبقى هو شكله هاف بير شيب، بيبقى تيبرد سوبيريورلي، الحتة الرفيعة فوق زي ما قلنا. مهم جدا جدا ان البودرز عموما تبقى راوندد، وخاصة الانفيريور بودر، لان ده اللي هيبقى عند الفلور اوف ذا ماوس، فما يعملش انجري للفلور في الاريا دي. طيب هل التيشوز اللي عندنا دلوقتي انا اقدر المسها واضغط عليها بيه؟ لا، اتفقنا ان لازم يبقى فيه ريليف تحت منه، فبالتالي حضرتك الامبنجمنت للجينجيفال تيشو ممنوع، حضرتك لازم تمنع الامبنجمنت للجينجيفال تيشو، ما تجيش تزنق جينجيفال تيشو تحتيه، فبالتالي كل ما تتحرك التيشوز هيعمل لها لاسيريشن، لان دي بتبقى ديليكت تيشو ضعيفة جدا. لو عندك اي سوفت تيشو او بوني بروميننس، يعني عندك مثلا تورس مانديبولاريس كبيرة في حاجة سوفت تيشو او بون حاجة بروميننت جامد، لازم تعمل لها ريليف، ما ينفعش ان انت تعمل بليسمنت عليها فبالتالي تعمل لها انجري، يبقى كده لازم تو بي ريليفد، يبقى افويد اي بروميننس ان انت تضغط عليها وانت بتطلع او بتدخل في الانسيرشن وريموفال بتاعك. طيب ايه هي التايبس بتاعه المانديبولار ميجور كونكتور؟ التايبس بتاعتنا احنا عندنا في 6 تايبس، انا هلخبط شويه في ترتيبهم عن الكتاب علشان خاطر يبقوا اسهل في الفهم، يعني هتلاقوهم مرتبين في الشرح غير الكتاب، الكتاب هنلاقي فيه اختلاف في واحد او اتنين محركينهم عن مكانهم. طيب عايزين نفهمهم بسهوله، هنقول ان في عندنا لينجوال بار، سب لينجوال بار، سينجلان بار او بنسميه كونتينيوس بار، كينيدي بار، عندنا في حاجه اسمها دبل لينجوال بار وده بنسميه سكندري لينجوال بار، وكينيدي بار يعني بيتكون من جزئين، لينجوال بار تحت وكينيدي بار فوق مع بعض، وعندنا حاجه اسمها لينجوال بليت، وعندنا اخر حاجه الليبيال بار والموديفيكيشن بتاعته. هنلاقي في الصوره بتاعتنا هنا اللينجوال بار بتاعي، وده الموست كومن الحاجه الاساسيه، هنلاقيه المواصفات اللي قلناها، واخد شكل الهاف بير، سايب من فوق من 3 ل 5 مللي عن الفري جينجيفال مارجن، وتحتيه بيبقى ماشي مع الفلور اوف ذا ماوس عند النهايه بتاعتها. طيب لما نيجي نلاقي ان المسافه دي مش كافيه، مفيش عندي، يبقى انت بتتكلم 3 ل 5 مللي وبعدين طول البار نفسه، يعني انت بتتكلم في انك عايز مينيمم 8 مللي ديبس للفلور اوف ذا ماوس. طب لو ما عنديش 8 مللي دول اصغر بسهوله كده، بننيم الديزاين على جنبه، يبقى بدل ما كان هو طالع فيرتيكالي الديزاين بتاعي هنا والبار شكله فيرتيكال كده، ببتدي اخليه ياخد كيرف هوريزونتال بالشكل ده، فبالتالي انا محتاج اسيب من 3 ل 5 مللي هنا، يفضلوا عندي ال 3 ل 5 مللي، هلاقي الاريا دي الارتفاع والسيكنس بتاعي بقى اقل، لان هو كان لما بقيس طوله بلاقي ان هو طوله حوالي 5 مللي، فالخمسة مللي الطول اللي هم بالشكل ده انت حضرتك مش مخليهم فيرتيكال، مش مخليهم ابرايت، فيحتاجوا 5 مللي فيرتيكال، لا انت نيمته على جنبه، فبقى محتاج 2 مللي تقريبا فيرتيكال، فاقدر استخدمه اللي هو السب لينجوال بار لو المسافه صغيره. يبقى لو انا عندي الديبس بتاع الفلور اوف ذا ماوس الصغير اقل من اللي موجود في اللينجوال بار ما سمحش بيه، اقدر اعمل السب لينجوال بار. نيجي للحاجة اللي بعديهم، طب ما عنديش بقى مسافة كافية او حاجة زي كده، اقدر اطلع فوق السينجلم واعمل السينجلم بار او الدنتال بار، يبقى انا بقدر اقف فوق السينجلم، وده الشكل التالت بتاعنا.
طيب يبقى انا عملت لينجوال وبعدين ما لقيتش مساحه، رحت عامل سب لينجوال، ميلته ونيمته على جنبه، وبعد كده حطيت الدنتال بار او السنجلم بار اللي هو فوق السنجلم. اجي بعد كده اقول طب ما نعمل حاجه كومباينيشن بين ده اللينجوال والسنجلم مع بعض، نعمل بيهم الكينيدي او الدبل كينيدي بار. هنلاقي ان ده بيحتوي على سنجلم بار فوق اللي هو بنسميه سنجلم بنسميه كينيدي، وبيحتوي تحت على لينجوال بار اللي بنسميه سكندري لينجوال بار. هنا يبقى ده اسمه دبل لينجوال بار، ان هو كده جمع بين الاتنين اللي موجودين في الاول. بعد ما عملنا الديزاين ده ولقينا ان ده مثلا محتاج بقى ريجيديتي اكتر، مفيش فلور اوف ذا ماوس كفايه، قال طب ما تيجي نعمل حركه، ما تيجي نوصلهم ببعض ونخلي الديزاين بقى ديزاين مقفول. اروح جاي من الكينيدي بار او السنجلم بار واروح موصله وقافل كل المسافه دي باللينجوال بار بتاعي. كده بقت كل المسافة مقفولة، بقى كده حجمه كبير، يبقى هيتنقل للاسم اللي اسمه بليت، بقى كده اسمه لينجوال بليت. يبقى هنا انا غيرته بقى عندي لينجوال بليت بدل ما كان عندي بار. يبقى كده اللينجوال بليت الديزاين رقم 5 بتاعي اللي جمع تقريبا بين الديزاين اللي قبليه، بس قفل المسافة اللي كانت مفتوحة، كانت المسافة دي مش موجودة، هو قفل المسافة دي. واخر حاجه هتبقى عندنا الليبيال بار، ودي هنشوفها في اخر سلايدز باذن الله. طيب اللينجوال بار اتفقنا ان ده الموست كومن، ده بيبقى سيمبل ديزاين خالص، بنسيب من 3 ل 5 مللي فوقه، يبقى المسافه دي من 3 ل 5 مللي، وبعد كده البار بتاعنا بنستخدمه امتى ونيفر بوسابل. اول ما تبقى فيه مسافه انك تستخدمه يبقى ده اول انديكيشن على طول، اول ما تيجي في بالك ان في حاله لور تستخدم اللينجوال بار، الا لو في حاجه تمنع ان احنا نستخدمه. ده الموست كومن يوز، يبقى بستخدمه في معظم الحالات. طيب هو ميزته ايه؟ هو ما بيعملش كفرج للجينجيفال تيشو، فبالتالي ما بيأثرش على التيشوز وبيخليها في حالة فيسيولوجيكال طبيعية خالص. امتى ممنوع استخدم اللينجوال بار؟ كونترا انديكيشن بتاعته، هلاقي ان لو ما عنديش سبيس كفاية، اتفقنا ان المسافة صغيرة بين الجينجيفال مارجن والفلور اوف ذا ماوس، ما اقدرش استخدمه. لو عندي السنان لينجوال انكلايند، لو السنان مايلة لللينجوال سايد، مش هعرف اعمل له انسيرشن وريموفال، فبالتالي ما اقدرش استخدمه. لو عندي هاي لينجوال فرينم، الفرينم العالي لينجوالي يعني خلالي الفلور اوف ذا ماوس مشدود لفوق، فبالتالي ما اقدرش اعمل اللينجوال بار بتاعي. لو عندي تورس مانديبولاريس، تورس مانديبولاريس البوني اكسستوزيس اللي بتبقى موجوده في اللينجوال سايد وبدوميننت جدا، تعمل انترفيرنس مع البار بتاعي، في الحاله دي ما اقدرش استخدمه. طيب لو التورس دي ينفع اعمل لها ريليف، فبالتالي هعمل ريليف واحتاج ان انا اخلي الريجيديتي بتاعت الكونكتور قليله. في حاله زي كده لو الريجيديتي هتبقى قليله وهيبقى فليكسبل، ما ادانيش الكروس ارت ستابلايزيشن، يبقى برضه ممنوع. يبقى انا ما قدرتش احقق الريجيديتي، ما اقدرش استخدمه. ولو عندي اندر كاتس في اللينجوال سايد من الريدج نفسه، يبقى لو عندي بون مش سنان بقى، لو عندي البون نفسه عمل اندر كات او السوفت تيشو عامله لي اندر كات، في الحاله دي ما اقدرش استخدمه، يبقى كونترا انديكيتد. اللوكيشن والفورم مكانه بيبقى فين؟ هو موجود طبعا في اللينجوال سايد للسنان والالفولار ريدج، اتفقنا شكله هاف بير زي نص الكمتراية، الانفيريور بوردر بتاعه اللي بيبقى النص التخين من الكمتراية ويطلع لفوق على الحتة الرفيعة، البوردر بتاعه السوبيريور يبقى 3 ملي على الأقل من الجينجيفال مارجن، وممكن يبقى 5 ملي، ولازم يكون بارلل للجينجيفال مارجن. لازم نعمل له ريليف، اتفقنا، علشان الديليكيت تيشو اللي تحتيه ما تستحملش اي بريشر، يبقى بالتالي ما فيش اي بيبقى فيش اي اكسسيفلي فورس تنزل على الاندرلاينج تيشو. اللوت بوردر بتاعنا بيمشي مع ايه؟ بيمشي مع الفلود اوف ذا ماوس، يوصل لغايه الفلود اوف ذا ماوس بس الفسيولوجيك ليميت، يعني بيبقى واصل لغايه اقصى حد تسمح بيه حركه الفلود اوف ذا ماوس. ادي صورة للينجوال بار بتاعنا، بنلاقي ان هو الهاف بير اهو، شكل الهاف بير بادئ من الحتة الانفيريور اللي تحت وبعد كده يطلع على رفيع للحتة السوبيريور بتاعتي، يبقى هو انفيريور هاف بير وبعد كده في الحتة السوبيريور يبدأ الحتة رفيعة من البير شيب. وادي الشكل الواكس باترن بتاعه، وبنسيب اتفقنا السبيس اللي هو حوالي من 3 ل 5 مللي هنا، وبعد كده بيبقى ماشي في اللور ايدج بتاعته مع الفلور اوف ذا ماوس. الادفانتج بتاعته ان هو مش هيغطي لي ولا الجينجيفال تيشو ولا التيس، يبقى بالتالي هو ماشي على حته بعيده عن الجينجيفال تيشو، الجينجيفال مارجن والتيس بتاعتي،
والميزة التانية ان هو ما بيعملش كونتاكت عليهم، يبقى هو ولا بيغطيهم يعدي من فوقهم ويداري عليهم ولا بيلمسهم كمان، ما بيعملش كونتاكت مع التيس والجينجيفال تيشو. طب الديس ادفانتج بتاعته ان هو بيبقى فليكسبل، علشان خاطر ممكن اضطر اعمله رفيع عشان ما يعملش انترفيرنس، فبالتالي في فليكسبيليتي زايده ما يقدرش المريض يستفيد بيه لانه مش هيديني الاستابيلايزيشن اللي انا عايزها. بما ان مفيش ريجيديتي ساعتها اقدر اعمل اللينجوال بليت، يبقى الديس ادفانتج بتاعته لو ما قدرتش اجيب ريجيديتي كويسه، ما عرفتش احصل على ريجيديتي، اعمل ساعتها اللينجوال بليت بتاعي. نيجي بقى للسابلينجوال بار، اتفقنا ان هو كانه لينجوال بار بس نيمناه على جنبه، يبقى بدل ما كان اللينجوال بار بتاعنا موجود في الاريا دي وكان واخد الشكل الهاف بير بتاعي كده اهو وقاعد في المكان اللي فوق، لا احنا ما عندناش سبيس كفايه، فاضطرينا نروح مميلينه ومنيمينه على جنبه لغايه ما يبقى بالشكل اللي تحت هنا. يبقى بالتالي بقت عندي كده المسافه اللي من الفري جينجيفا لغايه الفلور اوف ذا ماوس اقل من المسافه اللي كانت موجوده عند اللينج والبار، يعني اقل من 8 مليمتر، فاضطريت اعمله بالوضع المايل ده، بنسميه موديفايد لينج والبار. بالتالي هو بيبقى لينج والبار ونام على جنبه 10 اون سايد. الريليف لازم يتعمل برضه، بيبقى الريليف بتاعنا ده حاجه اساسيه في كل المانديبولار ميجر كونكتور في التيشوز اللي تحت منه، خاصه الفلور اوف ذا ماوس لانها بتبقى ديليكت جدا، وناخد امبريشن بتاعنا بشكل بيرفكت علشان نريكورد الاريا دي بدون ما نعمل لها اي الساريشن بعد كده بالميجر كونكتور بتاعنا. indicated امتى؟ ما عندناش دبس كفايه يكفي اللينجوال بار، يبقى المكان صغير على اننا نعمل لينجوال بار من الجينجيفال مارجن لغايه الفلور اوف ذا ماوس. الهايت بتاع الالفولار ريدج صغير، يعني الريدج بتاعي حصل له ريزوربشن فما فيش هايت للالفولار ريدج. الحته دي في صفحه 70 لو سمحتوا هنعدل بس الكلمه، هو مكتوب من الانديكيشن ان بيكون عندك هاي اتاتشد لينجوال فرينم، هنزود لها سلايتلي هاي، يعني يكون لينجوال فرينم عالي شويه مش عالي جامد، لانه لو عالي جامد هيبقى كونترا انديكيشن، لان كده حتى مش هينفع استخدم السب لينجوال لان مهما ميله مش هيديني مسافه كافيه بينه وبين الجينجيفال مارجن. فبالتالي الانديكيشن سلايتلي هاي لينجوال فرينم موجوده في صفحه 70، نغيرها لو سمحتوا لسلايتلي هاي بدل ما هي موجوده هاي بس. ونيجي بعد كده في الكونتر انديكيشن هنلاقي مكتوبه هاي اتاتشمنت اوف لينجوال فرينم. الامبريزنس اوف لينجوال توراي نفس الكلام، لينجوال توراي موجوده توراس مانديبولاريس هتضايقني ما اعرفش اعمله، فبالتالي هحتاج ان انا ما اعمل نوع تاني من الديزاين. ولو الفلور اوف ذا ماوس عالي يبقى الفلور اوف ذا ماوس بيتحرك لحته عاليه، elevation of the floor of the mouse في الفانكشنال موفمنت، يبقى ساعتها مش هقدر اعمله لان الفلور اوف ذا ماوس بيتحرك كتير وبيعلى لمسافه ما اقدرش احط فيها حاجه تضايقه. الادفانتج بتاعته ايه؟ ان هو بيكشف لي جينجيفال تيشو زي اللينجوال بليت زي اللينجوال بار، فبالتالي الاكسبوجر اوف جينجيفال تيشو زي ما عمل في اللينجوال بار، الجينجيفال تيشو مش متغطيه. الفيسيولوجيك ستيميوليشن يعني لما بتيجي اي حاجه على الجينجيفا بتعمل لها ستيميوليشن كانها طبيعيه خالص، مفيش حاجه مغطياها وهو بالفعل مش متغطيه، بيبقى توليريتد من البيشنت اكتر لانه ما بيضايقش التانج بتاعي لانه تحت خالص في الفلور اوف ذا ماوس. بيبقى مديني تيشو وتوث كليننج بسهوله، يعني اقدر ان انا انضف الحته من التيشو اللي فوق منه واعمل كليننج كويس، يعني حاجه لكل الحته بتاعت التوث بتاعت السيرفكس اوف ذا توث والجينجيفال مارجن، كل الحته دي كلير اقدر اعمل لها كليننج بشكل كويس. ديس ادفانتج بتاعته انه بياخد لازم امبريشن بنوع معين اللي بنسميه فيسيولوجيك تايب او فانكشنال تايب علشان يريكود الفلور اوف ذا ماوس في حركتها الطبيعيه الموست اليفيتد علشان ما يجيش يعمل لها ulceration بعد كده. سينجلام او كونتينيوس بار، السنجلم او كونتينيوس بار اتفقنا بقى ان احنا طب ما نطلع فوق السنجلم، ما عنديش مسافه تحت كفايه، المسافه دي خلاص مش كفايه ان انا احط فيها ولا لينجوال ولا ساب لينجوال، يلا اطلع واسند على السنجلم نفسه، يبقى لازم تكون فوق السنجلم عشان ما عندكش مسافه لللينجوال بار او الساب لينجوال بار. طيب بيبقى ايه الكلام ده؟ ان احنا مشينا فوق السنجلم ولازم نبداه بريست، يبقى اول سنه في البار بتاعنا واول سنه هنا يبقى عليها ريست لازم، بعد كده ممكن من غير ما ريست سيت بريباريشن نكمل على بقيه السنان.
طيب هل بنستخدمه لوحده؟ لا، اتفقنا ان احنا ممكن كديزاين بعد كده ان انا اروح واخد معاه كمان لينجوال بار اللي بنسميه سكندري لينجوال بار في الحته دي، علشان خاطر السكندري لينجوال بار اللي انا رسمته هنا ده يبقى هتحول لي الدبل لينجوال بار. يبقى امتى هستخدمه؟ ما عنديش روم كفايه، مفيش سبيس كفايه عشان احط لينجوال بار بتاعي. الكلينيكال كراونز لازم تكون اللونج اناف، يعني لازم الكراون يكون كبير عشان اقدر اسند على السينجلم. لازم يكون الميزيو ديستال كونتاكت، السنان عامله ميزيو ديستال كونتاكت مع بعض، يعني السنان لازقه في بعضيها، الاقي السنان الانتيريور فيها لازقه كده وفي كونتاكت كويسه بينهم علشان السينجلم بار ما يبانش، لكن ما يكونش فيه سبيسنج زي السنه التالته دي. يبقى السبيسنج ده ما ينفعش، لكن اللي يكون كونتاكت هو ده الصح اللي احنا نقدر نستخدمه. ادفانتج بتاعته نفس الكلام، الجينجيفال تيشو اكسبوزد لانه مش مغطيها، هو نازل على السنجلة بتاعت التيس، فبالتالي الناتشرال ستيميوليشن موجوده. هلاقي ان هو بيقوم بدور الاندايركت ريتينر، فكده مش محتاج اندايركت ريتينر اضافي، هو قام بالدور بتاعه. طب مشاكله ايه؟ لازم التانج وهو بيتحرك بيلاقي بيخبط فيه وهو على السنجلة بتاعت التيس، فهو اوبجكشنبل بالتانج، التانج ما بيستريحش وهو بيتحرك عليه. هنلاقي ان هو بينترفير مع السبيتش، بنيجي في نطق الحروف ما نعرفش ننطق الحروف بشكل كويس. استاتيكلي لو في سبيسنج بين السنان زي السلايد اللي فاتت مشاورنا هيبان في السبيسنج ده، لكن لو ما فيش سبيسنج هيبقى استاتيكلي اكسبتد. دبل لينجوال بار اللي هو اللينجوال بار والكينيدي بار مع بعض. يبقى احنا اتفقنا هنا ان احنا جمعنا بقى الديزاينز اللي فاتت، خدنا اللينجوال بار اللي كان موجود تحت خالص عند الفلور اوف ذا ماوس وبعيد عن الجينجيفال مارجن بحوالي 3 مللي، وموجود فيرتيكالي مش نايم على جنبه، ورحنا واخدينه وعاملين معاه سنجل بار اللي هو كينيدي بار. بما اننا عملنا 2 بار، يعني 2 ميجر كونكتور جمعناهم مع بعض، يبقى بالتالي هبقى كده خدت ريجيديتي اكبر بكتير من الريجيديتي لما يكون لوحده كده. يبقى انا ممكن استخدمه امتى؟ لما الكينيدي بار ما اعرفش استخدمه لوحده لانه ضعيف، فبالتالي يفضل ان انا استخدم الاتنين مع بعض علشان خاطر الدبل ده يديني الدبل لينجوال بار، يديني ريجيديتي الكافيه ويديني اندايركت ريتنشن. اللوكيشن والفورم بتاعه، ايه اللوكيشن بيبقى فين والفورم بتاعه بيبقى شكله رفيع تخين او ايه شكله؟ اول حاجه هنقول ان اللوكيشن هينقسم لحتتين، السنجلم بار بتاعي وده بيبقى سن ونارو وسكالوب ده على شكل السنجله، وبيبقى حوالي 3 ملم وايد من الميتال. بيبقى فين؟ بيبقى فوق السنجلم على طول للانتيريور تيس، وبعد كده اللينجوال بار بتاعنا بالدايمنشنز اللي قلناها بعيد عن الجينجيفال مارجن 3 مللي على الاقل، وبيبقى هو موجود فيرتيكالي، يعني اللينجوال بار بتاعي الهاف بير بالشكل الفيرتيكال بالشكل ده، مش زي الساب لينجوال اللي بيبقى نايم على جنبه. طيب هنربط ازاي اللينجوال بار بالسنجلم؟ ان بناخد 2 ماينر كونكتور يطلعوا ريجيد ماينر كونكتورز، يطلعوا من اللينجوال بار عشان يمسكوا في السنجلم. يبقى الاقي اللينجوال بار ماشي هنا واروح طالع ب2 ماينر كونكتور علشان يمسكوا السنجلم بار اللي على السنان الانتيريور. يبقى كده عملت البروكسيمال سبيسز بتاعتي، قفلتها وطلعت بالماينر كونكتور في الانتر بروكسيمال سبيسز تقريبا فين؟ عند الكناين والفيرست بريمولر علشان خاطر يمسكوا السنجلم بار. لازم يكون في 2 ريست في الجوانب، يبقى لازم بكون في الكناين او في الفيرست بريمولر يكون عندي ريستات في الناحيه دي والناحيه دي علشان خاطر اسند عليهم وابدا الديزاين بتاع الكينيدي من اول الكناين للكناين. indicated امتى؟ ده بيبقى indicated ساعات مع الليبيال بار علشان نعمل splinting، يعني اعمل ليبيال بار كمان معاهم عشان اعمل splinting للسنان الضعيفة. امتى يكون contra indicated؟ لما يكون عندي severe lingual inclination، السنان محذوفة خالص lingually، فبالتالي الانكلينيشن lingually دي ما تسمحليش بانه يدخل ويخرج. ولما يكون عندي كراونز قصيرة، الشورت كلينيكال كراونز مش هتخليني اعرف احط السنجلم بار، يبقى بالتالي الكونترا انديكيشن بتاعة السنجلم بار هتبقى هي كمان بتطبق معانا هنا، في بخصوص السبيسز بخصوص الكلينيكال كراونز ان هو ما يبقاش شورت كراونز عشان مش هينفع يسند السنجلم بار على اريا صغيرة. الادفانتج بتاعه ايه؟ الادفانتج بتاعته ان بيبقى فيه الاوبن سبيس اللي موجود، المسافه اللي بين اللينجوال بار بتاعي
والسينجلم بار المسافة الاوبند دي بتبقى يحصل فيها كلينزينج كويس. يبقى انا عندي كده تحت اللينجوال بار وفوق السينجلم المسافة اللي بينهم المظللة بالازرق دي سهل ان هي تتنظف. فالسبيس ده ميزة ان هو بيديني ناتشرال ستيميوليشن ويبقى سهل ان هو يتنظف، بيديني ستابيليتي اجينست اللاترال فورسز جامد، بيديني طبعا سترينث وريجيديتي لان الجامع اتنين الميجر كونكتور مع بعض، يعني جمعت حاجتين فطبعا هتاخد بروبرتيز مضاعفه في القوه والصلابه. بيوزع الاستريسز على اكتر من سنه، ده هو ساند على كذا سنه بالسكالوبينج اللي ماشي على الانتيريور تيس. بلاقي ان لو عندي اسنان بريدونتالي افكتد ممكن يعمل لها سبلينتنج، يعني يسندها في بعضيها ويساعد على ثباتها بعد كده. بيفيدني بايه كمان؟ الكينيدي بار بتاعي او السنجلم بار بيديني اندايركت ريتنشن لان هو ساند على السنجلم، ففي حالات كلاس 1 الفري اند سادل هيمنع ان الميجر كونكتور بتاعي يمنع ان يحصل روتيشن حوالين الفالكرام لاين، فهستفيد بخاصيه الاندايركت ريتنشن. طيب الكونتينوس بار ده كمان بيديني ايه؟ انا بقدر استخدمه لما يكون عندي انتر بروكسيمال سبيسز كويسه، لكن في حالة ان انا عندي انتر بروكسيمال سبيسز اندر كاتس كبيرة ببتدي ان انا احسبها، هل انا همشي برضه فوقهم بالكونتينوس بار ولا انقل على الديزاين اللي بعده اللي هو البليت؟ هلاقي ان انا عندي لو في انتر بروكسيمال سبيسز كبيرة لو البليت مشي هتلاقي الحتة دي ممكن تعمل لي انترفيرنس، يبقى بالتالي ساعتها اختار الكونتينوس بار لانه هيمشي فوق السنجلم بتاع التيس. يبقى انا لو عندي السنان بالشكل ده وعندي انتر بروكسيمال سبيسز كبيره قوي، ادي السنانه اهي والانتر بروكسيمال سبيسز بتاعتي واسعه جدا، في مسافات هنا كبيره قوي، لو غطيتها ببليت ممكن تبقى انترفيرنج وتعمل لي فود امباكشن، لا انا هروح ماشي بالسنجل امبار فوق هنا، فبالتالي هسيب السبيس ده مفتوح اقدر اعمل له كليننج كويس. طيب اقدر اعمل ايه كمان؟ لو في عندي دايستما اقدر اعمل نوتش بتوين الديزاين بتاعي، اروح فاتح نوتش هنا علشان خاطر ما يبقاش فيه في المكان ده اي استاتيك تروما، فاروح جاي عامل نوتش في المكان اللي بينهم هنا لو في دايستما. يعني ايه؟ يعني اروح موقف مثلا الميجر كونكتور بتاعي، انزل بارم تاني ماينر كونكتور يمسك تحت ويمسك تحت واشيل الحته اللي فوق دي الغيها، الحته اللي حظللها بالاسود تتلغي، يبقى انا عملت فيه زي نوتش او سبيسنج في الاريا اللي بينهم هنا. الديس ادفانتج الاوبن سبيس اللي بين الابر ميجر كونكتور اللي هو على السنجلم واللور ميجر كونكتور اللي هو اللينجوال بار، لو المسافه دي صغيره هيتحشد فيها اكل فبالتالي يبقى فيه فود امباكشن وتعمل لي جينجيفال اريتيشن. الحته المسافه دي في الاغلب بتبقى اوبجكشنبل من التانج وبتانترفير مع السبيتش برضه. لينجوال بليت اتفقنا ان اللينجوال بليت او اللينجوال ابرون او ممكن بيسموه بلينجوال ستراب، ان ده بقى نروح جايبين الكينيدي اللي احنا عملناه واللينجوال السنجلم بار واللينجوال بار ونروح موصلين بينهم نسد المسافه اللي بينهم، يبقى بالتالي انا كده كاني عامل لينجوال بار ومطلعه لفوق 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 لغايه ما سند على السنجلم بتاعت السنان بس سادت كل المسافه. ده اكتر حاجه ريجيد في المانديبولار ميجر كونكتور، بيديني طبعا كل الخصائص اللي بتديني الصلابه والاستابيليتي والبريسنج، يعني بيديني بريسنج ستابيلايزيشن، بيديني سبلينتنج لو في سنان ضعيفه. يبقى هو زي ما اتفقنا كانه لينجوال بار وطلع لفوق لغايه ما انتهى فوق السنجلم بتاعتي. ادي الشكل بتاعنا علشان نقارن، ادي هنا الديزاين المفتوح اللي هو الديزاين ايه اللي هو الدبل لينجوال بار، لا احنا عايزين نحوله للينجوال بليت، هروح جاي واخد الحتة اللي بينهم دي واروح سددها خالص ومظللها، يبقى كده حولته للينجوال بليت. يبقى اللينجوال بليت ان انا سديت المسافة اللي بين السنجلم واللينجوال بار، يبقى كده حصلت على لينجوال بليت، هلاقيه بيغطي لغاية السنجلة بتاعت التيس، لازم اعمل له بس مايلد ريليف عند الجينجيفال مارجن بتاعي. نيجي بقى لللوكيشن والفورم بتاعه شكله هيبقى ايه؟ فهنقول السوبيريور بوردر بتاعنا لازم يكون سن يكون رفيع لان انا عامله ويتس في عرض، فاداني العرض ده اداني ريجيديتي، يبقى بالتالي مش محتاج سيكنس، وبيكون نايف ايدج طالع بشكل رفيع خالص، وبيكون لازم يعمل بوزيتيف كونتاكت يعني لامس السنجلة بتاعت التيس فوق السيرفي لاين، لازم يكون لامسها عشان يمنع الفود انفكشن ويبقى سموث خالص مع التيس ما يحسهاش البيشنت. لازم ما اعملوش
placing above the middle seat، ما تطلعوش فوق الميدل سيد من السنان علشان الاستاتيك، علشان اكتر من حاجة. يبقى بالتالي انا ممكن اخليه بشكل سكالوبد مقابل ان انا ما اطلعش واغطي الميدل سيد، يبقى ما اطلعش فوق الميدل سيد باي حال من الاحوال. الجينجيفال مارجن بتاعتي بعمل لها ريليف علشان خاطر ما يعملش بريشر على الديليكت تيشو، زي ما اتفقنا اي ميجر كونكتور بيعدي جينجيفال مارجن يعدي وعامل ريليف من عليها. الانفيريد بوردر بتاعنا زي اللينجوال بار، يعني هاف بير شيب، اتفقنا ده كانه لينجوال بار بس مديته لفوق لغايه ما يريح فوق السنجلم، وبيوصل لفين؟ للفانكشنال ديبس اوف ذا فلور اوف ذا ماوس، يعني بيوصل لنهايه الفيستيبيول بتاعي لينجوالي لغايه الفلور اوف ذا ماوس. طيب اخد السبورت بتاعي منين؟ لازم يكون واخد سبورت من كل نهايه بريست، يعني بادئ من ناحيه اليمين الاباتمنت اللي ناحيه اليمين، السنه اللي موجوده يسند عليها بريست، والسنه اللي موجوده ناحيه الشمال يسند عليها بريست. يبقى انا لازم يكون بادئ بريست على السايد هنا وبريست على السايد التاني، وبعد كده يبدا يمشي علشان يعمل لي الديزاين بتاعي ويغطي لي كل الاريا اللي موجوده، بس تبقى البوردرز بتاعتي تبقى ماشيه بريست من الاول هنا وريست من الاول هنا، عاملين لي سبورت ويدوني اندايركت ريتنشن. طيب انديكيتد امتى؟ امتى هحتاج اللينجوال بليت وما اعملش بقى البار ولا الحاجات دي؟ احنا قلنا البار بيبقى مثلا موستلي كومن يوزد. طب امتى استخدم اللينجوال بليت؟ استخدم اللينجوال بليت بتاعتي لما اكون عايز ريجيديتي عاليه، فده اكتر حاجه بتديني ريجيديتي. لما يكون عندي لينجوال تراي ومش قادر ان انا اشيلها اقدر اعمله، لانه هيبقى سين سيكشن وممكن يتعمل ريليف فوقيها بدون ما يفقد الريجيديتي. لما يكون عندي هاي لينجوال فرينم فما اقدرش اعمل اي ديزاين من الميجر كونكتورز التانيين، لان اللينجوال فرينم هيضايقهم وهيحصل له السريشن بعد كده. فبالتالي لو عندي هاي فلور اوف ذا ماوس او لينجوال فرينم عالي، ما ينفعش ان انا استخدم نوع تاني، استخدم اللينجوال بليت. لما اجي افكر ان عندي اسنان انتيريور فيها لوسنس وهحتاج ان انا اعمل لها ريبليسمنت بعد كده واحط اسنان ارتفيشال، يبقى اعمل الديزاين ده علشان اوريدي هو بيبقى واصل للسنجلة بتاعت التيس، يبقى لما السنه تتخلع هقدر احط سنه واعمل مينز اوف ريتنشن للاكريليك وامسك السنه الارتفيشال بدون ما اغير الميجر كونكتور بتاعي. لو عندي اكسسيفلي ريزوربد ريدج، ريدج عندك ريزوربد خالص فمفيش مكان اعمل فيه اللينجوال بار، ساعتها اعمل البليت هيديني الفانكشن اللي انا عايزها، وخاصه في الديستال اكستنشن بيزس، وده هيفيدني كمان ان يديني ريزيستنس للهوريزونتال موفمنت بتاعتي، يعني هيديني بريسنج كويس قوي. طيب ومن ضمن كمان الانديكيشن بتاعته، لما يبقى عندك انتر بروكسيمال سبيسز وعايز ان انت تمنع الفود ان يدخل فيها، يبقى ده اعمله لانه هيدفليكت الفود من الانتر بروكسيمال سبيسز بتاعتي. الادفانتج بتاعتي اتفقنا ان لما عاوز ديزاين ريجيد استخدمه، يبقى ده الموست ريجيد، اكتر حاجه ريجيد من اللينجوال بار ومن بقيه الحاجات. ما بيعملش انترفيرنس مع التانج خالص لان هو بيبقى السن، فبالتالي بما انه رفيع مش هيضايق التانج. بيعمل سبلينتنج للمانديبولار انتيريور تيس، يبقى تلاقي السنان اللي قدام معمول لها سبلينتنج بي، وخاصة لو زودنا معاه ليبيال بار يمسك السنان الانتيريور ويثبت السنان في البوزيشن بتاعها. disadvantage بقى عيوبه ايه؟ هو غطى كميه كبيره من التيشو، يعني كل التيشوز اللي كانت موجوده جينجيفال مارجن لينجوالي اتغطت ومشي كمان لغايه ما سند على السنجلم، يبقى هنا هيمنع الفسيولوجيك ستيميوليشن للجينجيفال تيشو بتاعتي. ممكن يجي يعمل لي كيريز او بلاك فورميشن نتيجه انه مغطي اريا كبيره في حاله البور اورال هايجين بيشنتس. طيب هل ده ممكن يأثر لي في ايه تاني؟ ممكن يأثر على بريدونتال ديزيزز لو البيشنت بتاعي باد اورال هايجين، فبالتالي هينكريز السسبكشن للبريدونتال ديزيزز. ادي شكل ممكن اعمله سكالوبد لو انا عندي سبيسز والمكان مكشوف ما اقدرش اخلي كونتينوس بار، فاقدر اعمل سكالوبينج زي الشكل اللي موجود ده، فبالتالي يبقى اللينجوال بليت بتاعي هو موجود ولكن عامل سكالوبينج ساند على السنان بدون ما يقفل الانتر بروكسيمال سبيسز.
طيب في بقى موديفيكيشن تاني ليه اسمه سبليت لينجوال ميجر كونكتور. يبقى انت هتعمل اللينجوال بليت بتاعتك ولكن هتعمل فيها موديفيكيشن. ايه الموديفيكيشن؟ انك هتعمل الكات اللي موجود هنا، الكات اللي موجود ده ترانسفيرس، الكات اللي موجود ماشي هوريزونتال، الكات ده اللي موجود في الميتال. يبقى الميتال اللي لونه ازرق واحنا عملنا الكات ده. طب الكات ده هيفيدك بايه؟ ان حضرتك اول ما تيجي فورس تبقى ابلايد على سنان الارتفيشال من فوق هتزق البارشال دينشر، هالبارشال دينشر هيروح نازل لتحت. طيب هل هينزل لتحت ويتحرك مع السنان كلها؟ لا، هو هينزل لتحت، والميجر كونكتور الحته المقسومه فقط دي هي اللي هتنزل لتحت، والحته اللي موجوده فوق دي هتفضل زي ما هي سانده بالريست بتاعها. يبقى كده ما قصرش وما نزلش فورسز على السنان اللي عليها الريست. كل ما تنزل فود للشوينج تتنقل كلها للريدج، والريدج هو اللي يستقبلها ويستحملها. طيب ده بنسميه فليكسيبل كونكتور. ده بيعمل لي ستريس ريليز، يعني بيمنع الاستريسز تنزل على الابارتمنت تيس الموجوده عندي. يبقى ده بنسميه ستريس بروكن ديزاين. يبقى عمل لي ستريس بريكنج اكشن. هو بيبقى بس مشكلته ان ده صعب جدا في تصنيعه، لانه انت بتعمل كونستراكشن ليه وبتاخد الامبريشن سهل ان هو يضر التيشوز اللي تحتيه. طيب هو مود اكسبنسيف طبعا، ودي العيوب بتاعته. هلاقي ان المكان اللي بيفتح ويقفل ده بيعمل لي بلاك اكيوميليشن. هلاقي ان المريض ما بيبقاش توليريتنج ان يفضل يفتح ويقفل كل شويه، ان المريض يلاقي الحته دي عماله تعمل حركه وتفتح عند التشو وتقفل كل ما يجي يعمل شوينج او يضغط على اسنانه. اخر حاجه عندنا الليبيال بار في الميجر كونكتورز المانديبولا. ليبيال بار يعني خلاص ما عنديش اي مساحه جوه ان انا اعمل اي نوع من اللينجوال، ما فيش اي مساحه لينجوالي للسنان، فالسنان مايله جامد، تورس مانديبولاريس عاليه، الحاجات اللي زي كده، فاروح عامل ليبيال بار. ده عشان اعمله لازم بيكون الليبيال بار بتاعي ده ماشي في الليبيال والباكال سالكس، يبقى ماشي ليبيال ما بيعديش خالص لينجوال للسنان. شكله ايه والديزاين بتاعه، يعني الفورم واللوكيشن بتاعتنا، هنلاقي ان هو بيبقى لازم بالك اكتر من اللينجوال بار. يبقى بلاقي البالك بتاعته زايده عن اللينجوال بار. ليه؟ لانه بيمشي مسافه كبيره اكتر من اللينجوال بار، فبالتالي علشان اخد منه ريجيديتي احتاج ازود البالك بتاعه. نفس الشكل، هو هاف بيرن شيب، الحته اللي تحت هي الوايد وبعد كده يطلع في الحته اللي فوق يبقى سن. يبقى انا عندي ليبيال بقى مش لينجوال، ويبقى واخد شكل الهاف بير ويطلع على الحته الرفيعه اللي فوق. برضه السبيريور بودر بتاعنا هو اللي بيبقى واخد التيبر، وبيبقى زي الظبط لينجوال بار من 3 ل 4 مللي عند الجينجيفال مارجن، يبعد عنهم ب 3 ل 4 مللي. طيب وبيبقى فين عند السوبيريور بودر بتاعي؟ هلاقي ان السوبيريور بودر 3 ل 4 مللي عن الجينجيفال مارجن، والاقي الانفيريور بودر ماشي مع نهايه الليبيال او الباكال فيستيبيول. عند الكناين ايمينانس، الحته اللي بتبقى في البون عاليه، بحتاج ان انا اعمل له ريليف عشان يعملش انجري للتيشو اللي موجوده في الحته دي. الانديكيشن بتاعته اتفقنا هنعمله امتى؟ السنان عامله لينجوال انكلينيشن جامد جدا، فبالتالي مش قادر ادخل اي ميجر كونكتور لينجوالي، عندي تورس ماندبولاريس كبيره مش هقدر اسند باي ميجر كونكتور لينجوالي. طيب اللينجوال كونكتور ده استخدمه امتى وما استخدموش امتى؟ ما استخدموش قلنا خلاص استخدامه في حاله اني مش قادر اعمل اي ديزاين تاني، فابتدي استخدمه في حاله اللينجوال انكلينيشن والحاجات اللي زي كده. طيب امتى ما استخدموش؟ ونيفر اي لينجوال كونكتور تاني ينفع يتعمل. يبقى حضرتك لو تقدر تعمل اي نوع من الخمسه اللي فاتوا، يبقى حضرتك ممنوع انك تعمل الليبيال بار. يبقى ده يستخدم في حاله انك مش عارف تعمل اي نوع من الكونكتورز التانيين. ادفانتج بتاعته ايه؟ ان هو هيخليك ما تعملش سيرجيكال انترفينشن عشان تشيل تورس، يعني في تورس ماندبولاريس وهي بروميننت قوي، بدل ما تشيلها عشان تعمل لينجوال بار، لا خلاص هتشتغل على كده وتستخدم الليبيال بار بتاعك. طب ما شكله بقى فليكسبيليتي، هو هيمشي مسافه كبيره علشان يلف من الريدج بتاعك، يعني بدل ما كان يمشي لينجوال للسنان بالشكل ده ويمشي المسافه اكس مثلا، هتلاقي ان حضرتك عشان تعمل بقى الليبيال بار، لا ده انت هتلف حوالين الابارتمنت كده وتمشي المسافه دي كلها عشان تمشي ليبيال للسنان وترجع حوالين السنان.
كل المسافة دي هتلاقيها almost 2x، يعني ضعفت المسافة. ضعفت المسافة يعني flexibility بقت أكتر، فبالتالي هو ده disadvantage كبير ليه. امتى كمان disadvantage؟ إن هو بيحتاج دبس كبير للليبيال فيستيبيول علشان ينزل في المسافات اللي قلناها، فكده لو ما عنديش sufficient دبس يبقى مش هقدر أعمله، ودي disadvantage إن لازم ألاقي sufficient دبس عشان يتعمل. أدي الشكل بتاعه، هلاقي إن هنا عندي ليبيالي السنان مايلة أهي في الاتجاه اللينجوال، فما فيش فرصة إن أنا أعمل ميجر كونكتور في المكان اللينجوال، أضطر أعمل الليبيال كونكتور بتاعي. هلاقي في الصورة الموجودة هنا عندي الليبيال بار أهو ماشي، والليبيال بار بتاعي أهو، وهلاحظ إن هو المسافة الكبيرة اللي مشيها كل ده، عشان كده بيبقى واخد فليكسبيليتي عالية جدا. نيجي بقى لموديفيكيشن للليبيال بار، هنلاقي حاجة اسمها سوينج لوك بارشال دينشر. السوينج لوك ده نوع من البارشال دينشر بيحتوي على ليبيال بار بس بشكل مختلف عن الليبيال بار الستاندرد اللي قلناه. يبقى كده في فورمال لوكيشن بتاعته ايه؟ ليبيال بار كونكتنج مع لينجوال بليت، يبقى في لينجوال بليت ماشي لينجوال للسنان، وبعد كده ليبيال بار ماشي ليبيال من بار، متصلين مع بعض ازاي؟ بمفصلة، في هنج ديفايس موجود في ناحية ولتكن رايت او ليفت سايد، وفي الاذر سايد بيبقى في لوكينج ديفايس يبقى في قفل. يبقى انت بتتكلم ان في ناحية مفصلة تفتح وتقفل، والناحية التانية لما تقفل المفصلة تروح قافل بلوكينج ديفايس. وبلاقي ان في اتنين فيرتيكال ماينر كونكتورز، دي فينجر لايك بروجيكشن بتبقى على السنان اللي موجودة، يبقى بلاقي ان كل الليبيال بار ممكن يطلع على السنان اللي موجودة 3 4 5 اي عدد موجود من السنان، واعمل فينجر لايك بروجيكشن عشان يسند على السنان الانتيرير اللي موجودة. طب بيسند على السنان الانتيرير فين؟ هل فوق السيرفي لاين علشان خاطر يقدر يخرج ويدخل، ولا تحت السيرفي لاين؟ ما تفرقش، ممكن يسند فوق السيرفي لاين او تحت السيرفي لاين، وليه هنشوف في الصورة الجاية. ادي عندي هنا الديزاين بتاعي، ادي الهنج اللي موجودة المفصلة، وادي اللوك اللي موجودة، وادي الليبيال بار اهو اللي هو موجود بالفينجر لايك بروجيكشن اللي طالعين عندي، ولو بصيت ان بتوين التيس هشوف اللينجوال بليت اللي موجود هنا. طيب احنا بنقول السنان اسند عليها فوق السيرفي لاين ولا تحت السيرفي لاين؟ هو ده بيدخل ويخرج من بق العيان ازاي؟ المفصلة اللي هنا، الاسف اللوك اللي هنا بيتفتح، بعد ما تفتح اللوك اللي هنا ده بيتحرك كأنه باب، بتفتح كده دور تروح بعده عن السنان خالص، بما انك بعدته عن السنان لان الهنج دي بتلف، الهنج اللي الناحية التانية بتلف زي المفصلة، بعدته عن السنان خالص اروح مخرج التركيبة، وبعدين لما اجي ادخلها نازلة كده واروح قافل على السنان، يعني ارجع اقفل تاني واروح اعمل اللوك. بما انه بيفتح ويقفل مش بينزل دايركتلي من اب وورد كده وينزل فيرتيكالي، لا ده بتروح فاتح الجيت بتاعته وترجع تقفلها، يبقى حتى لو كان السيرفي لاين هنا وانا وقفت تحت منه ما انا مش بنزل فيرتيكالي فهخبط فيه، ده انا هبقى تحتيه فاقدر افتح وانزل تحتيه واروح قافل تاني. ادفانتج بتاعتي ايه؟ بيعمل لي ستابلايزيشن للبريدونتالي كومبرومايزد تيس، يعني السنان الضعيفه بريدونتالي بيثبتها لي. بلاقي ان هنا الليبيال بار محتاجش اعمل له بقى بالك كبير، ما هو فيه لينجوال بليت موجود معاه، فبالتالي هاخد الريجيديتي من اللينجوال بليت بتاعتي. السوينج لوك بارشال دينشر هو من اكتر الحاجات اللي بتديني سبلينتنج للسنان اللي موجود. انديكيشن لما بلاقي عندي السنان والسوفت تيشو كونتورز مش كويسين، يعني مش قادر ولا اعمل لينجوال بليت او حاجه لوحديها ولا اعمل ليبيال بار لوحديه، لان في عندي سوفت تيشو او توث انكلينيشن مش مظبوطه. لما يكون عندي السنان بريدونتالي افكتد ومحتاجه تتمسك في بعض، محتاجه سبلينتنج. لما يكون عندي مانديبولار ريسكشن، في جزء اتشال من المانديبول، فاعمل السوينج لوك، لان البوابه اللي بتفتح وتقفل دي بتمسك بقوه جدا في السنان، فلو في جزء المانديبول مش موجود فيه، ولنفترض ان انا عندي السايد ده من المانديبول ريسكتد مش موجود، هتلاقي ان انت ماسك في مجموعه السنان الانتيرير اللي هنا بس ماسك بالجيت دي بالبوابه وقفلت فمسكت بقوه، فتقدر تمشي الاكستنشن بتاعك هنا بدون ما تتاثر بالحته الريسكتد، لانك ماسك في مجموعه كبيره من الانتيرير تيز. كونتر انديكيتد في الباد اورال هايجين،
والشالو باكال وليبيال فيستيبيول، لانك ما بتقدرش تعمل الليبيال ارم بتاعك. الماتيريالز اللي بنستخدمها للكونكتورز ايه؟ الماتيريالز بتاعتنا في المانديبولار ميجر كونكتور مينلي بتبقى الميتاليك، ودي اكتر حاجه بنستخدمها، بتستخدم للبليتس والبارز. يبقى مينلي في المانديبولار بستخدم ميتاليك ماتيريالز. طب امتى استخدم الاكريليك ريزن؟ الاكريليك ريزن بستخدمه في البيز سادل، يعني في الحتت اللي هيكون فيها الكونكتورز بتاعتي هتوصل ببيز علشان تمسك السنان، فبالتالي بحتاج ان انا احط الاكريليك ريزن بتاعي. طيب وده ليه؟ لان طبعا السترينث بتاعت الاكريليك ريزن ضعيفة جدا. نيجي بقى للجزئية التانية في محاضرتنا علشان ان شاء الله كده نبقى انهينا الكلام على الكونكتورز. هنتكلم على الماينور كونكتورز. الماينور كونكتورز نقارن كده الاسم بميجور كونكتور، هنلاقي ان في ميجور كونكتور يعني التوصيله الكبيره اللي موصله الكومبوننت ببعضيها، يبقى الماينور كونكتور ده توصيله صغيره، كونكتور صغير موصل حاجه بحاجه. الميجور كونكتور كان بيوصل كله ببعضيه، لكن ده الماينور هيوصل حاجه صغيره ببقيه الكونكتورز بتاع الكبير. طيب يبقى ده نعرفه ونقول عليه ايه؟ ده بارت من البارتشال دينشر، ريموفبل بارتشال دينشر بتاعي جوينز الميجور كونكتور او دينشر بيز مع الاذر كومبوننت. يبقى ده بيوصل لي الدينشر بيز او الميجور كونكتور ببقيه الكومبوننت. يبقى ده the part of the removable partial denture which join the major connector or the denture base to other component of the prosthesis. طب ايه الحاجات اللي بيوصلها؟ بيوصل لي كلاسب اسمبلي، يعني يمسك الكلاسب في الديزاين، يمسك الاندايركت ريتينر في الديزاين، يمسك اوكلوزال ريست في الديزاين، يمسك سينجلم ريست في الديزاين بتاعي. يبقى هو وظيفته ان يوصل الحاجات دي بالديزاين وبالميجور كونكتور اللي موجود. فانكشنز بتاعه الماينور كونكتور اتفقنا ان هو بيكونكت، بيوصل الميجور كونكتور ببقيه البارتس الصغيره اللي موجوده. طب بما انه بيوصل البارتس دي بالميجور كونكتور، يبقى اي بارت صغير ليه وظيفه، الوظيفه دي هتتصل بالميجور كونكتور، يبقى هينقل الافكت بتاعها. حضرتك عندك دراع ماسك السنه، الدراع ده لوحده ماسك السنه، لو وصلت الدراع اللي ماسك السنه بالميجور كونكتور بقى الميجور كونكتور كله ماسك الدراع اللي ماسك السنه، يبقى هنقدر نقول كده ان الميجور كونكتور بقى متصل بالسنه وماسكها عن طريق الدراع اللي ماسك السنه اوريدي. يبقى هو كده بترانسفير الافكت بتاع الريتينرز، الريستات، الاستابلايزنج كومبوننت، ينقلها للميجور كونكتور وبالتالي تتنقل لبقيه الكومبوننت بتاعت البارشال دينشر. من ضمن الوظائف بتاعته ترانسفير الفانكشنال ستريسز، ينقل الفانكشنال ستريسز للاباتمنت والايدنشلس ريدج لانه موصل الحتت دي بالايدنشلس ريدج وبالدنشر بيز. الماينور كونكتورز كمان لما يكون عامل كونتاكتنج للجايدنج بلينز بتاعتي يبروفايد ريتنشن فريكشنال وهو بيتحرك، وستابيليتي ضد الفورس اللاترالي اللي بتحصل. طيب ايه الريكوايرمنت اللي محتاجها وانا بصنعه؟ لما باجي اعمل الماينر كونكتور بتاعي افكر في ايه علشان يطلع ماينر كونكتور ناجح؟ حضرتك لازم تخليه واخد sufficient bulk، يبقى تخين كفايه علشان يديني rigidity. طيب تخين بس ولا بيبقى ليه شكل؟ هنلاقي ان هو الشكل بتاعه يبقى باكولينجوالي، يبقى عريض وسن ميزيوديستال. يعني اجي على الصوره الاقي ان هو الماينر كونكتور بتاعي يدخل يسد كل الحته دي، يبقى دخل سد باكولينجوالي مسافه كبيره، واحاول انه ميزيو ديستالي هنا ما ياخدش غير مسافه صغيره. طيب هلاقي ان كده انا بعمل ايه كمان؟ احتاج ان انا بصنعه اعمل افويد للتانج انترفيرنس، تحاول ان تخليه ماشي هوموجينس مع الديزاين علشان ما يعملش اي انترفيرنس مع التانج. طيب الماينر كونكتور بتاعك انا عايزه يكون بتاعك يكون كونتاكت مع الجايد بلين، هخليه يمشي مع الجايد بلين وهو كونتاكت ليه. طيب بما انه عامل كونتاكت معاه يبقى ماست بي انه يبعد عن الكونفكس سيرفيس، يبقى لازم ما يكونش على الكونفكس سيرفيس بتاعي. يبقى اي حته بلاقيها كونفكس ما ينفعش ان انا اسند عليها بالماينر كونكتور بتاعي، بخليه جايدنج بلين كونتاكت على فلات سيرفيس ما يكونش كونفكس سيرفيس، يبقى لازم السيرفيس يكون فلات عشان يعمل كونتاكت عليه.
يدخل دايما في الانتر دنتال امبريشر بتاعك علشان خاطر ما يحسوش البيشنت. يبقى لازم الماينر كونكتور ما تجيش تعمل ماينر كونكتور على الصوره بالشكل الخارجي ده، لا انت تحاول ان الماينر كونكتور بتاعك يدخل جوه الامبريشر علشان خاطر يبقى ماشي هوموجينس، يبقى بيبقى كونفورمز مع الامبريشر بتاعك، يدخل في الامبريشر ويبقى passing vertically طالع vertical direction بالظبط من الميجر كونكتور، ما يبقاش طالع بميل. يبقى انا الميجر كونكتور بتاعي لما يبقى ماشي تحت هنا ما يطلعش منه ال minor connector بميل زي الشكل ده، لا ده شكل خاطئ، لازم اطلعه بشكل vertical، يعني يطلع الماينر كونكتور بتاعي بشكل vertical مباشرة. طيب الميتال فيسنج التانج لازم يكون سموث و بولشت وبيفلد، يبقى عندي الحته الميتال اللي هتكون مواجهه للتانج في الحته دي تكون سموث خالص وبيفلد علشان التانج ما يحسهاش، ويبقى السيكنس بتاعي كله ناحيه اللينجوال سايد، يعني داخل في اللينجوال سيرفيس، ويبقى تيبرنج تود الكونتاكت. يبقى هو السيكنس جاي عندي في اللينجوال سايد، وبعد كده كل ما يمشي ناحيه الكونتاكت يبقى بقى رفيع مثلث القاعده بتاعته عند ال lingual surface والابيكس بتاعه عند الكونتاكت اريا. الجانكشن بتوين الماينر كونكتور، لازم اي ماينر كونكتور لما يجي جانكشن مع الميجر كونكتور يبقى واخد راوندد انجل، يعني ما يعملش شارب انجل، يبقى بالتالي بياخد راوندد انجل بس يبقى في نفس الوقت طالع vertically، يعني عامل 90 ديجري مع الميجر كونكتور، ولكن ما يطلعش بشارب انجل، يطلع براوندد انجل، يبقى راوندد انجل و نو شارب انجلز. طيب لازم اعمل ريليف للمارجنال جينجيفا، اتفقنا اي حاجه بتعدي المارجنال جينجيفا يتعمل لها ريليف علشان خاطر ما تعملش اي هارم في الافكت على المارجنال جينجيفا اللي بتبقى ديليكت جدا عند رقبه السنان. طب لو عندي اتنين ماينر كونكتور طالعين فيرتيكالي كده من الميجر كونكتور الكبير اللي تحت، لازم بينهم وبين بعض يبقى في مسافة 5 ملي على الأقل، يبقى أي ماينر كونكتورز طالعين جنب بعض يبقى بينهم 5 ملي سبيس على الأقل. الماينر كونكتورز بقى اتفقنا أنواعها إيه، هنجيبها من الديفينيشن، اتفقنا إن ده اللي بيوصل حاجات بالميجر كونكتور وبالدنشر بيز. يبقى ده التايبس بتاعته، نوع اللي بيعمل جويننج للكلاسب أسمبلي، نوع بيعمل جويننج للإندايركت ريتينر أو الأوكسيلاري ريست، نوع بيعمل جويننج للدنشر بيز، وابروتش ارم اللي هي بتاعه البار تايب كلاس، في نوع من المشابك اسمه بار تايب بيبقى ليه ارم رفيع طالع عشان يسند على السنه، شبه اللي كان في السوينج لوك الارم الفينجر لايك ده اللي كان طالع بيسند على السنه، ده بنسميه ماينر كونكتور لما يكون عامل بار تايب كلاس. اللوكيشن يبقى اتفقنا في 5 مللي بينه وبين اي فيرتيكال ماينر كونكتور معدي، يبقى بينهم وبين بعض 5 مللي فيرتيكالي، كونتاكتنج الجايدنج بلين عشان يديني فريكشنال، فبالتالي يديني نوع من انواع البريسنج، يديني مايلد ريتنشن بالفريكشنال بتاعه، بيجوين الميجر كونكتور براوندد انجل، راوندد 90 ديجري انجل، ما تبقاش شارب انجل علشان خاطر شارب انجل بتبقى نوت توليريتد بالبيشنت بتاعنا. ادي الرسمه بتاعتنا، هلاقي ان بين كل اتنين ماينر كونكتور اهم طالعين 5 مللي على الاقل علشان خاطر يديني سبيس كافي، وبالتالي هيكون معدي الجينجيفا هنا وعامل لي ريليف للجينجيفا المارجن، مش دايس عليها زي اي كومبوننت اتفقنا عليه، وهو كده بيمسك لي الريست بتاعي، وادي ماينر كونكتور اللي ماسكني الاي بار تحت في الرسمه هنا، والماينر كونكتورز اللي ماسكه الريست طالع وماسك لي الريست ده زي اللي الناحيه الثانيه، زي اللي الناحيه الثانيه موجود. وكده يبقى انهينا محاضرتنا بتاعه الكونكتورز، خلصنا الميجور كونكتورز كلها. بالنسبه لحضراتكم للاساينمنت، الاساينمنت هو نازل لحضراتكم خلاص على الليرنينج ويب سايت. حضراتكم بالنسبه للاساينمنت هيتحل اونلاين، يعني السؤال موجود عندك، حله كده يعني يدوي بخط ايدك في ورقه خارجيه، وتفتح حضرتك الاساينمنت اونلاين، ليك 3 محاولات، فبالتالي حضرتك جاوبه قبل ما تدخل تبدا تحل عشان ما تقعدش تعيد، لان مالكش اكتر من 3 محاولات، وبعد ما جاوبته يدوي تفتح وتقعد تكتبه على البيج اللي مفتوحه قدامك، هتلاقي مكان موجود للانسر بتاعتك، حاول تجاوب في اختصار، مش محتاج انك تتكلم كلام كتير.
تباعا. بعد كده في الاساينمنت اللي موجودين في اخر الكتاب بتاعنا دول، بدءا من الاسبوع الجاي هنبدا ان احنا نحلهم ان شاء الله، ونصور الحل اللي حليناه. يعني بتحل الورقه اللي موجوده الملونه اللي في اخر الكتاب، وتصور الحل وتعمل لها ابلود على الاساينمنت توبيك اللي انا هفتحه. هتلاقيني هفتح لك اساينمنت توبيك واحط لك فيه صوره الاساينمنت اللي في الكتاب، اقول لك الكتاب عندك فيه الصوره دي، حلها وصورها بالموبايل واعمل لها ابلود على التوبيك ده علشان تصححها وتاخد الدرجه بتاعتها. انا اجلت الاساينمنت اللي في الكتاب للاسابيع الجايه، وحبيت ابدا باساينمنت اديهولكم انا على الويب سايت علشان خاطر ندي فرصه لو حد ما اشتراش الكتاب يشتري. هي المسؤوله عن المكتبه موجوده معظم الاحيان الاثنين والخميس، لكن مش موجوده بقيه ايام الاسبوع، فاللي ناقصه الكتاب يقدر يوصل لها اثنين وخميس. اساينمنتس الكتاب هنبدا نحلها بعد كده باذن الله بعد الاسبوع ده ما يعدي، ونسلم الاساينمنت القديم. بالنسبه للكويز كل الانستراكشنز موجوده عندكم على الاليرنينج ويب سايت. الكويز هيتفتح وهيبقى ليه مده محدوده، ويتحل ويقفل بعد كده الكويز. حضرتك في الكويز مالكش غير محاوله واحده، فحضرتك تاخد بالك وانت بتحل وتركز علشان اجاباتك تكون مظبوطه، لان مفيش اعاده للحلول. شكرا جزيلا لحضراتكم.